ما بعد ال دوبا هو اللي مش مهم، لكن دي دي مهم. نمره واحد، اديني قلت لك ان ال دوبا ما يتاخدش مع الامينو اسيد، يبقى ده اول حاجه. اثنين، هل ينفع دكتور يكتب ال دوبا ويكتب بس مش عايز حد يبص في ورقه يفكر ويقول، هل تعرف تكتب علاج للباركنسونيز وعلاج للشيزوفرينيا في روشتة واحدة؟ علاج الشيزوفرينيا كله قائم على انك تقفل الدوبامين ريسبتور، وعلاج الباركنسونيز بتزود دوبامين عكس بعض. فالدكتور اللي يعمل حركة دي يبقى ما بيفهمش، يعني انت سايكوتك مع ال دوبا يبقى بيقتلوا بعضهم. الحاجة الثالثة بقى دي اللي مهمة جدا، تعالى نقول النقطة الثالثة مهمة أهم واحدة فيهم. اتضح مش اتضح بقى ده، احنا عارفين عايزين اوتوماتيك جميع دكاترة الأمراض العصبية تروح لهم بأي مرض في الدنيا بيدي لك العلاج بتاع المرض، ولازم يكتب فيتامين ب مع الفلفل روشتة كده. بقول لك الفلفل روشتة بتحسن الميتابوليزم بتاع النيرفز، يعني شيء طبيعي ان بيكتب ب مع اي روشتة. المفاجأة بقى ان لو كتب فيتامين ب 6 مع ال دوبا، الفيتامين ب 6 بيزود البريفرال دي كاربوكسيليز. اهلا فاهمها دي؟ يعني ايه بريفرال دي كاربوكسيليز؟ يعني خلي ال دوبا يتحول لدوبامين في دمك يوم ما يتعديش برضه البايه بيبوظوا كده. فدي جابوها مره عارف انتوا بتتخيلوا، جابوها مره بخمس درجات، مره بخمس درجات في سنه 2006. قال له ايه اللي يحصل لو اديت ال دوبا مع فيتامين بي 6؟ كان يومها طلعوا مش واخدين بالهم، وكلهم قالوا فيتامين بي 6 بيمنع الابزار، مش لا ده بيزود البريفرال دي كاربوكسيليشن. ويوم ما رحنا لرئيس القسم الله يرحمه الدكتور صبري، قلت له يا دكتور صبري حضرتك جايب سؤال بخمس درجات عشان الطالب يقول بريفرال دي كاربوكسيليشن، طب ايه ده؟ قال طب كام واحد حل؟ يا باشا ما اعرفش، ولا واحد حل ولا واحد كتب. انا ما بختبرش الطالب في الباراجراف، انا بختبره في معلومه يقولها او ما يقولهاش، ان شاء الله تكون كلمه بخمس درجات. واللي انا جايب خمس درجات لان كل دكاتره الامراض العصبيه غلطوا الغلطه دي، كلهم بيكتبوا ال دوبا العلبه ب 120 جنيه وانت بقى حول زي البيزا تقوم مبوظه بتزود بريزما دي كاربوكسيليشن. قال ده معلومه مهمه جابها بخمس درجات، دي بس كده بخمس درجات. اخر حاجه هو ال دوبا عمل ظاهره نانسي عجرم ليه؟ اللي هو لان لو شفت ديوريشن يعني بيحسنك فجاه وبعدين ينتهي فجاه. طب انا قلت لك امبارح غششتك كده حل ولا ما هو انا لو اديت معاك كومنت انهابيتور ايه اللي يحصل؟ او هو انهبيتور طب ما هو هيتحول للدوبامين وما يتكسرش، وبالتالي هيبقى له شورت ديوريشن فما يعملش الظاهره دي. يبقى مكاتب عندك ان الكومت انهبيتور بيعملوا سينرجيزم مع اللي دوب كويسين مع اللي دوب، او الاربع حاجات دول تاخد بالك منهم اذ لعل يجيبها لك بدرجتين، يعني كل واحد هيديك على نص. طيب اللي ندخل بقى من الاول هنا بقى الادويه اللي قلنا دي كلها على السريع، يعني لان انا لو حبيت اسال بسال في اللي دوب اللي جاي ده، بس ناخد بالنا يعني كده من بعض الحاجات الصغيره. عندك دواء كده على السريع هتاخده على السريع اسمه كومت انهبيتور، عيله اسمها كومت انهبيتور، ده اسمه دول كابون، اسمه زي حاجه اسمها الاستابون بالسوق العربيات. دول كابون ده ايه قصته؟ انا بقى مش عايزك من هنا بقى ورايح تبص في الكتاب، انا عايزك بس تبص على السطور وتقول لي كلمتين وهم اللي عايزهم منك. هو انت لما تعمل ايميشن للكومت ايه اللي يحصل؟ يزيد الدوبا، يبقى ما عادش عندي فيه كوبي، يقوم ال دوبا يتحول لدوبامين وما يتكسرش، فيبقى لهش ايه؟ لونج ديوريشن، ما يعملش الظاهره اللي اسمها قلنا دوفن. ده اللي انا طالبه من حضرتك كلمتين بس، يبقى الكلمتين دول اللي هتلاقيهم مكتوبين عندك بشكل او باخر. بقول لك ان الدكتور كابون ده بيمنع تكسير ال دوبا، وبيمنع انه يتحول لماده اسمها ايه؟ اورثوميسايل دوبا. مش مهم تقول الماده دي، قول بيمنع الميتابوليزم وخلاص. وبالتالي اما تقلب الصفحه يقول لك بيعمل ستابيلايزيشن للدوبامين ليفل. استابيلايزيشن ما هو صح، ما هو مش هيكسر بقى الدوبامين، تبقى استابيلايز. يوم العالم ما يحصلوش ايه ها؟ اون اند اوف فينومينال. طب يا باشا لا انت بتديه مع ال دوبا، بتديه مع ال دوبا عشان يبقى له لونج ديوريشن اوف اكشن، بس ما بديهوش لوحده. لا السؤال سؤال هاجر، هو انا اقدر اعالج باركنسونيزم بدي بس؟ هو انا بديه لوحده؟ ده هم بيسموه عارف بجد بقى؟ بيسموه ال دوبا ادجوفنت، يعني هو مساعد لل دوبا يمنع تكسير ال دوبا، لكن لوحده ما ينفعش. عيبه بقى هيعمل كل الادويه دي هتعمل ثلاث كلمات هقول لك عليها كسايد افكت، يعني جميع الادويه اللي هقولها هتعمل ثلاث كلمات بس، بتعمل فوميت وبتعمل هلاوس هالوسينيشن وبتعمل بوستشرال هايبوتنشن، هنسميها في اتش بي.
كل الادويه اللي هقولها بتعمل كلمه فوميتنج في هالوسينيشن للاتش بوستشرال هايبوتنشن. طيب تسمحوا تقولوا لنا هي الادويه دي عملت هتعمل فوميتنج ليه؟ زي اللي دوب موزات دوبامين في الفوميتنج سنتر. طب هتعمل هالوسينيشن ليه؟ برضه هتعمل بوستشرال هايبوتنشن ليه؟ الله اعلم الله اعلم. ما انا قلت لك ان في البشر بتنش جميع ادويه الشابتر ده بتعمل يا اما تبقى عارف الميكانيزم يا اما ما انتش عارف. انما كل ادويه الجهاز العصبي كلها بلا استثناء يا باشا من اول الشابتر لاخره مفيش دواء بيرفع الضغط وانت مغمض جميع الادويه بتعمل نفس كلمه بشر ما بتنش. طيب التولكابون ده بس كان زي يعني ما عادش مستخدم. التولكابون ده هو دلوقتي بيستخدموا حاجه اجدد منه اسمها انتاكابون. انت عندك حتى في الكتاب في الاول يعني فكتب تولكابون وانتاكابون. التولكابون ده بيعمل حاجه كان بيعمل بلوه في الليفر اكيوت ليفر نيكروزس. كان بعض العيانين ياخدوه يحصل لهم تلاقي انزيمات الكبد علت فجاه فكنا بنخاف منه على الليفر. النهارده ما عادوش بيستخدموه لاخوه الثاني اللي احسن منه اللي اسمه انتاكابون. انا مش هسال في ده والله خالص احنا مش هجيب لك السيره دي. لكن هو كل القضيه انك ممكن تدخل لدكتور تلاقيه كاتب لك الشفوي تلاقيه كاتب لك طبعا لجنه الشفوي هي فيها روشته. يعني احنا اتفقنا ان لجنه الشفوي الدكتور قدامه حاجه من الاثنين يا صوره من اللي عندك في الكتاب العملي اللي هي ملونه اللي معاهم كتاب العملي معاهم صور ملونه في الاخر كده هيجيب لك صوره من دي وتبقى بدايه للسؤال. هو مش هيسالك في الصوره ما تخافش يعني او يجيب لك روشته. الروشته بس يبقى فيها ايه اللي دوبه اهو وكاتب لك ايه تولكابون او كونت انهبيتور. هو هيكتب كونت انهبيتور يقول لك يا دكتور الروشته دي بتاعت ايه؟ تقوم انت قايل له اللي دوبه بتاعت امراض القلب. القلب يا باشا اللي دوبه ده باركنسونيز ولا دي فيها غلط؟ اصل احنا امبارح قعدنا مع الدكتور حسين ساعتين نتناقش فيه هل اجيب له دوايين واطلب منه بتوع ايه؟ ولا تبقى صعبه عليك؟ فالدكتور هشام بيقول صعبه عليهم. قلت له صعب عليه ليه؟ هو ده اللي بقوله ديجيتاليز. هو بتاع ايه ديجيتاليز دي؟ محدش عارف. لو انا جبت لك روشته فيها ديجيتاليز قلت له ده بتاع ايه؟ تبقى صعبه دي؟ بجد يعني؟ اصل احنا لسه ما خدناش قرار والله نعملها ولا لا؟ يعني اصل هو عايز يقول ايه؟ اصل اللجنه الخامسه يا شباب هو عايز يعمل سؤال بدرجه على دي بتاعت ايه؟ دي على واحد من خمسه. يعني تقول له مثلا روشته دي بتاعت ايه؟ ايه اللي دوبه وكونت انهبيتور؟ فتقول له باركنسونيزم انا كده خدت درجه. الاربع درجات التانيين بقى يقول لك طيب هو ايه اللي دوبه ده بيشتغل ازاي؟ فتقول له يا باشا بتحول الدوبامين في البرين والسلام وشكرا اثنين. طب هو حاطط ايه اللي دوبه مع كونت انهبيتور ليه؟ تقول له عشان يمنع تكسيره ويمنع الظاهره اللي اسمها اون اند اوف. خدت اثنين يا باشا يلا مع السلامه. اللجنه هتبقى كده. دكتور طب هو هيجي يقول لي كونت انهبيتور ولا ممكن بقى يجيب لي اسم والاسم؟ لا مش هيجيب لي دواء غريب. ده احنا اتفقنا ان احنا هنجيب ادويه سوائل التاكس عارفينها. يعني يقول لك ايه مثلا روشته كده ديجوكسين حلو وبيتا بلوكر محطوطين في روشته واحده. هو اكيد مش هيجيب لي حاجه فرقه. لا استنى بس هيقول لك الدكتور الديجوكسين ده مكتوب ليه؟ العيان عنده ايه؟ اكيد يا دكتور هارت فيلر. ده كده ده درجه. طيب يا ابني هو الديجوكسين الميكانيزم بتاعه ايه؟ تقول له يا باشا بيزود الكانسر بيعمل انهبيشن للبامب وبيزود الكانسر. هذا درجه ليه؟ شوف السؤال الثالث. طب يا رايك ايه يا ابني في الدوايين دول مع بعض؟ ينفعوا كده مع بعض؟ لا. تقول له يا باشا ده الديجوكسين المفروض انه يبص للنيوتروبيك والبيتا بلوكر دي نيجاتيف والنيوتروبيك. الدكتور غلطان في الغلطه دي غلطه الدكتور واقع فيها يقول بديك اثنين على بعض. هذا الشكوى هيبقى كده. خمس هم خمس دقايق دي لجنه من الاجابه. اللجنه الثانيه يبقى فيها صوره فيها سايد افكتس اللي عندك في الكتاب في الاخر خالص هتبقى ملونه كده وانا هعمل انا الصور دي هطبع كده كبيره وتجي لك صوره كبيره كده واقول لك ايه السايد افكت ده تشوفه في الكتاب كله يقول لك بتاع ايه؟ افرض ما قلتش هو هيقوله لك ومش هيحاسبك. تمام؟ يعني هو هيقول لك ده بتاع ايه مثلا تقول له ايه؟ والله ده مثلا سايد افكت مشهور وليكن مثلا ستيفن جونز مشهور عندك في الكتاب. افرض ما عرفتش هو هيقول لك ومش هيحاسبك يقول لك يا ابني ده سايد افكت بتاع كذا كذا ويبتدي يسالك في الدواء ده بقى. هذا لجنه ثانيه. المهم بدايه الكلام حاجه انما كنا زمان بندخل يقول لك انت منين؟ تقول له من طنطا يقول لك يا سلام تركب مواصلات. لا مش عايز الكلام ده بقى. عايزين حاجه كده تسال عليه. انا سالت في اسئله الفارما وانا سنه ثالثه ما سالتش فارما اصلا. انا اتطردت من المدرسه انا كنت لابس قميص اصفر فيها والله فاتح قميص ده معلق على قميص اصفر وجيب دخل قال لي ده منظر قلت له قال لي في حد يدي صفر على ازرق يا باشا مالي يعني في ايه يعني مش طبعا مش فاهم انا دي مش
اللي بعده اللي اسمه ماو انهبيتر. ماو انهبيتر. طيب بذمتك والله والله يا شيخ انا عايز منك مذاكره. ماو انهبيتر بتدي لي الباركنسونز عشان ما تحصلش دول عشان بتاع ما يتكسرش. طب تحب تختار ماو انهبيتر يشتغل على البرين بس ولا على كل جسمك؟ برين بس. ما انا لو اشتغلت على كل جسمي هعمل حاجه اسمها تشيز رياكشن. فاكر الموضوع لما ادينا الناس ماو انهبيتر بوظ الماو كله؟ لو كان في جبنه بيحصل لك هايبرتنشن. ارجعوا لها بقى اقراها على مهلك. طب ما انا اديلك دواء فوسيلي جيلين احسن. السيلي جيلين ده بيعمل انهبيشن لماو ايه اللي هو في البرين دي يعني برين بيت برين عامل انهبيشن لماو بي يقوم الدوبامين اللي في مخك ما يتكسرش. حلو يا باشا كده تمام. طب السايد افكت هم نفس الثلاث كلمات في اتش فوميتنج هالوسينيشن بوست هالوسينيشن. والثلاث كلمات منطقيين. فوميتنج عشان تزود الدوبامين، هالوسينيشن عشان الدوبامين زاد، بوست هالوسينيشن الله اعلم ما بتحصل مع الادويه. اللي بعده الدواء اللي بعده اسمه برومو كريبتين. برومو كريبتين. البرومو كريبتين ده بقى سمعت عنه مره؟ ده كان موجود في الشابتر اسمه اوتونومي وكان موجود في حاجه اسمها ايرجوت الكالوري صح كده؟ قالوا يوم البرومو كريبتين بيروح ينبه دوبامين ريسبتور صح كده يا باشا؟ العلماء بقى قالوا ايه؟ تاهت والإله يا باشا. ده انا ممكن اعتمد على ده هو لوحده مش عايز اللي فات كله. لا عايز إيه اللي دوبا ولا نيلة. طب ليه؟ قالوا اه ده بيعدي ضد برين بارير وبيروح ينبه الدوبامين بيشتغل مكان الدوبامين. ده مش بس كده بص بقى يا ريس ده الدواء ده بيعدي ضد برين بارير والابزور مش بتاعه زي الفل ولو لونج ايه فما يعملش الظاهره اللي اسمها اولد اوف كده ولو فاست اونست كمان يعني العيان ياخده يتحسن على طول وفوق كده وكده رخيص جدا. طب يا باشا هل ينفع لوحده؟ قالوا اه ينفع العيان يعتمد عليه لوحده من غير اي حاجه. اللي فاته ما كانش يعتمد عليه لوحده. الكومت انهبيتور والماو انهبيتور لازم يتاخدوا مع اللي دوبا لكن ده ممكن يتاخد لوحده. طيب الله يخليك شوف بقى السؤال يجي لك ازاي. برضه امبارح من ضمن القعده اللي قعدناها انا عم بروح البحث الساعه 5:30 في الكليه كل يوم مش عارف 5:30 واخد يعزمني في البيت ليه بقى؟ قعدنا 5:30 امبارح في قصه ثانيه اوه قصه اخرى. دكتور حسين بيقول يعني العدد الطلبه ما بتخشوش المحاضرات ولازم ايه نجيب حاجه من المحاضرات. طلعت رد الدكتور هشام قال له بس احنا ايه فضحوه لما جبنا درجه فضحوه فمش عايزين فضايح مش عارف ايه. قال طيب نجيب من ايه؟ من الكتاب من الكتاب بس ما يبقاش سؤال واضح. هو طلب مثال قال مثلا انا لما اجيب له جدول مقارنه هو في الكتاب طب ما هو الطلبه حافظينه بيجوا يسمعوه. لا انا اول مقال ما بين دوائين ما يكونش في جدول لهم اصلا. وضرب مثال مثلا يعني اقول لك مثلا هو مش المثال ده بس حاجه زي هيقول لك مثلا قارن ما بين اللي دوبك وبرومو كريبتين يبقى كده هو بيعتبر السؤال ده بره الكتاب. بس في الحقيقه هو بره الكتاب. اما يقول لك قارن ما بين دول يعني هو ده بره الكتاب يعني؟ يعني اقول لك يا باشا استنى كده هذا اللي دوبك اقول لك قول لي ثلاث فروقات بينه وبين برومو كريبتين تعرف ثلاث فروقات؟ تعرف توصف؟ الاول هو توصيف ال دوبا ده ايه؟ توصيفه ايه؟ مش ده الدوبامين بريكرسر؟ قول له دوبامين بريكرسر. طب والبرومو كريبتين؟ مش ده من عيله الايركوت؟ ايركوت الكالوين انا كده خدت درجه يا باشا يا برنس اوف تايم. طب الميكانيزم ايه؟ ال دوبا ده بيشتغل ازاي؟ مش ده بيحول الدوبامين في البرين؟ قولها بس كده في كلمتين بس. وده بيشتغل ازاي؟ مش ده بينبه دوبامين ريسبتور؟ انا خدت درجه يا برنس هو السؤال بثلاث درجات. الديوريشن اوف اكشن مش ده شورت ديوريشن وبيعمل اون اند اوف فينومينا وده لونج ديوريشن. عايز تقول 20 فرق غير دول؟ اقول لك انا 20. ال ال دوبا ده امبارح كان مثلا بيتحول لماده في العرق لونها عمل بلاون ديوريشن ما قلناش مع البرومو كريبتين مثلا. ال ال دوبا امبارح قالوا برومو ساعات بيرفع ضغط العين بيعمل حتى انا اخدت كلمه دوبامين طلعنا منها السايد ما قلناش نعمل برومو كريبتين. هذا بس المقارنه ايه؟ فهو هتبقى دي نوعيه من الاسئله هتجيلك السنه دي مقارنه بين دوايين في منطقه معينه كده مش من شرق والغرب ما تخافش مش من شفرين مختلفين في نفس المنطقه يا الباركنسونيزم يقول لك قارن بين اللي دوا وبرومو خلاص مثل ما قلنا ماشي. ايوه فضل برومو كريبتين من دوبامين اجونيست اه طب ما كانش طالع ريسبتور بتاع الدوبامين انا اصلا عندي لا هو ما زودش دوبامين البرومو كريبتين ما زودش دوبامين ولا حاجه الباركنسون لازم تقول ان هو اصلا ما بيطلعش دوبامين بس 15 جرام ما بيطلعش اه صح طب
طب انا هدي حاجه تشتغل على السكر ليه واصلا مفيش؟ ما انا ما عنديش دوبامين في البرين صح؟ طب انا هدي لك دواء يحل محله. ما هو البروبوكسين بيحل محل الدوبامين، ما هو الدوبامين ادوت. ما هو وصلنا لايه؟ يعني المنطق الدوبامين. سؤال بقى كده بسيط، البارح عملت لك كده، كان في رسمه في صفحه الشيزوفرينيا لما قلت لك بدايه قصه الدوبامين ومكانه في البرين، مش قلت لك في مرضين بينشأوا بقله الدوبامين؟ مش قلت لك ان في مرض اسمه باركنسونيزم بيجي من نقص الدوبامين في البيزل نيرف، وجنبه هايبر برولاكتين بيجي من نقص الدوبامين في البيتويتري جلاند؟ طب النهارده البروبوكريتين يعالج الاثنين دول ولا لا؟ يعني انا لو عندي هايبر برولاكتينيميا جات ليه الهايبر برولاكتينيميا؟ جات لان انا الدوبامين ناقص، بس المره دي مش في البيزا الجانبي، لا ناقص في البيتويتري. طب ما تديني برضه بروبوكريتين، ما هو الدوبامين ادوس ولا ايه رايك؟ صح كده؟ طب يا باشا، يبقى اذا البروبوكريتين عرفنا قصته ده من ضمن عيله الاركوت لو لونج ديوريشن، ينفعني في الباركنسونيز وينفعني في الهايبر برولاكتينيميا. مش عايزين اكتر من كده، والنادي وزع عمل مشاكل اهي اللي هيعمل مشاكل اهي في اتش بي فوم اي فرق. والله كلام زي الفل وسؤال عظمه بتسال، بتقول لي طب وليه بقى الادويه اللي فاتت ما بتعالجش هايبر برولاكتينيميا اللي هو الاندوبا والماوند انهبيتور والكومب انهبيتور؟ صح كده؟ ده سؤال. والله هم هيعالجوا مش هيقولوا لا، بس هي الاندوبا والماوند انهبيتور والكومب انهبيتور، انت كده هتضطر تدي ثلاث ادويه مع بعض عشان مشكله صغيره. هي الهايبر برولاكتينيميا مشكله صغيره اصلا، يكفي جدا بروبوكريتين بيعالجها. انا امبارح لقيت الجراح عمرو عصام، صاحبي استاذ عمرو عصام جراح مخ واعصاب، عامل دراسه وهننشرها ان شاء الله قريب يعني في الجنه المحترمه، على انه ما عادش عايز يعمل عمليات للعيانين اللي عندهم ورم في البيتويتري، ورم بيطلع برولاكتين. قال لي كنا بنفتح وبنعمل له عمليه بنشيل الورم. انا ما عادش بشيل الورم، انا بدي بروبوكريتين وخلاص. البروبوكريتين يروح يقفل الريسبتور في البيتويتري وادوه خلاص والسبب كده. فهو يعتبر ارخص واسهل ما تدي اللي دوبه مع موي انهبيتور مع كونت انهبيتور بالنسبه للحاله دي. طيب الاخر دواء اسمه امانتادين. امانتادين ده مثال انتوا حطوه في او هتاخدوه في المايكرو كمان. جاي جاي ست في المايكرو. الامانتادين ده اصلا انتي فايرال بيموت الانفلونزا A2 فايروس. هو انتي فايرال ده. يا شباب اللي بيجوا صورين اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ اتفقوا على الاخر وشوفوا. انا ما عنديش مشكله بس انت بتيجي بتعرف تحس ان الامانتادين. طب افتحوا على الباركنسونيزم يا شباب، احنا بنكمل باركنسونيزم. الهامانتادين ده بيموت الفيروس او يعني شغال على الانفلونزا A2 فيروس. علاقته بالباركنسونيزم مش معروفه. وجد انه بيحسن الناس اللي عندهم باركنسونيزم. وجد ازاي بيحسن؟ والله ما نعرف، والله ما حد عارف يا باشا. انما بيزود الدوبامين في مخك. والعيانين الرعشه اللي عندهم بتروح والدنيا بتتحسن. تيجي تسالني ازاي؟ اقول لك تعالى بقى كده نفت مع بعض. جايز يكون الدواء ده بيزود الدوبامين ده، قول جايز. وجايز يكون بيشتغل على الريسبتور بتاعه، وجايز يكون بيمنع الريأبتين، بقول جايز. ولما بقول جايز يعني فتح بتتفتح جدا يعني ما اعرفش. يجي بقى الطالب في الشفوي، في طلبه بقى ايه بيسمعوا كلام هنا في التسجيلات كده وهنا، ما انا عارف ان الطلبه سمعنا مره بعض الطلبه في الشفوي داخل يقول لك ايه؟ كان احد الاساتذه يعني يا ابني الامانتادين تعرف له ميكانيزم؟ يقول له ايوه يا فندم. انتي فايرال دراج بيحسن الانفلونزا والباركنسونيزم. يقول له طب بيحسن الباركنسونيزم ازاي؟ يقول له اصل ما هو الباركنسونيزم في نظريه بتقول ان هو فايرال ديزيز، يعني دي فايرال اوريجن. العيال لما جاله انفلونزا A2 بتعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن بتقلب بباركنسونيزم. هم اخرين الولد على جنب قلنا طب يخرف اللي بعده نفس الكلام، اللي بعده نفس الكلام، حوالي مثلا 20 طالب نفس الكلام. عم عندنا استاذ كبير قوي هنفتش عن السورس. طالما 20 طالب هنفتش عن السورس، في حاجه هم سيبهم قد ايه او قروها كده. يا جدعان ده الباركنسونيزم ملوش علاقه بالفيروس دي، ده مرض تجاري. والنمام ده دي بيحسن الباركنسونيزم بميكانيزم ملوش علاقه بكونه انتي فيروس، بميكانيزم انون اربع سطور. اما يسالك السؤال ده قول له يا باشا بيحسن بانون ميكانيزم، ما نعرفش الله اعلم هو بيحسنه وخلاص يعني. وده بيسموه بقى عندنا في الطب حاجه اسمها ايفيدنس. ايفيدنس يعني مش لازم تعرف ميكانيزم، هو كده يا جابني جبنا 10,000 عيال وحلفنا اتراهنا مع بعضنا كده على 100 جنيه ادينا لهم الدواء اللي هم اتحسنوا، فانا واحد كسب الراحه خلاص لازم ايه ايه بس ايه بس. ماشي الحال يا شباب؟ طيب اقول لك على حاجه انت مستغربها جدا، الابره الصينيه. الابره الصينيه دي
امريكا بتشد في شعرها بقالها 40 سنه 40 سنه مش عارف بتشتغل ازاي. الصينيين يجيبوه حاطه ابره هنا وابره هنا وابره ما اعرفش فين ولا انت هتخس انت هتخس يا باشا شهر والفيت زيت عشان يوم جاي لك تاني يبقى هنا اهو ما اعرفش فين يقول لك انت كده ما اعرفش هيحصل لك كذا. طب تشتغل زي دي الامريكان يقول لك اديني ميكانيزم ما فيش لها ميكانيزم في اي كتب في العالم. الصينيين يردوا يقولوا ايه؟ يقولوا قد ايه اللي انت حابب اخوك؟ هات 1000 عيال واعمل لهم بيحصلوهم ولا مش بيحصلوهم؟ بس مش عارف كله السند ولا مش عارف يصلي. ولذلك احنا مش عارفين ده خاصه كتخصص يعني وزاره الصحه تروح تقول انا عايز اتخصص في برسونال اللي فيش في الشارع ما اعرفش بتشتغل زي انما الى حد ما ناس كتير بتحسنوا عليها مش عارفين ده بيسموه ايه بيدنس بيزنس. ماشي الحال يا شباب. طيب الامانتادين بقى ده عامل مشاكل بيعمل الثلاث مشاكل دول برضه اللي هو الفيتش اس ساعات يعمل شويه يتعلم الرسمه اللي عامله دي في صوره كده انت عارف ساعات الامانتادين يعمل لك حركه كده غريبه هو جلدك لو بصيت عليه يعني لو بصيت على اي منطقه مثلا ايه صافيه صافيه في جلدك بتشوف الكابيلاري بتشوف يعني لان الجلد اهو انما الامانتادين ساعات يخليك تشوف الكابيلاريز من تحت الجلد فيبان كما لو كان جلدك شفاف شويه والكابيلاريز باينه فكانوا يقولوا سكين بيجمنتيشن هي مش بيجمنتيشن هي اسمها في الصوره تحت الصوره كلمه ليفيدو ريتيكولاريز ليفيس الحركه دي اسمها ليفيدو ريتيكولاريز انك تشوف الكابيلاريز من تحت الجلد يعني تشيل الجلد مثلا اهو كده في العروق مثلا وتلاقي حاجات عامله كده هي الصوره طبعا ابيض واسود عارف نفس الصوره دي بقى موجوده في كتاب العام الالوان اهي دي مش بعيد جدا انها شافها يوم جاب لك الصوره دي نفس الصوره ده يقول لك ايه يا ابني انت جايز ما تعرفهاش هو هيقول لك ده سايد افكت اسمه كده بتاع ده اسمه امانتادين ويبتدي يسالك في الامانتادين بقى فاهمني. طيب كده البارت ده اخر حاجه طيب انا قلت لكم معلومه طب اعمل كده ايه تعمل كده لو انا اعرف انت كنت سكت يقول ريفرس ريفرس اه ما يبطل امانتادين بس عايزه وقت عايزه وقت على ما تختفي عايزه وقت اه بس يعني ما تبقاش فايت قوي وتقلين يعني مش شرط كده بالمناسبه بقى ساعات دي بتبقى لذيذه انت عارفين الاوروبيين بتوع الدنمارك خصوصا بالذات حته العاده دي من كتر هم بيض قوي ساعات انت اصلا بتبص للوحده من دي تحس بشيء كبير اللي تحت بالله شفاف يعني ساعات بتبقى فيتشر للبياض الشديد جدا انك تشوف الكبير من كتر البياض يعني اهو الدواء بيعمل الحركه دي من غير بياض ماشي يا شباب امبارح قلت لك معلومه يا رب يا رب تكونوا فاكرينها امبارح بس انا عارف ان انت هتكون ناسيها مريض الباركنسونيزم بيبقى متخشب مش كده؟ يجي يسلم عليك يبقى على مصر ريجيدي بس امبارح قلت لك معلومه قلت لك بس التريمورز دي مالهاش علاقه بالبلد طيب قول لي طيب ما انا التريمورز دي اقدر اسيطر عليها باي بقى بلوكر بلوكر للاسيتايل كوليك قالوا انتوا اتروبين وريدوا عرضه واتروبين ليه؟ طب ما انا هشتغل حاجه سيليك مادي ده اسمه بنزك بنزاتروبين اللي كان مكتوب في الاوتونوميك زمان البنزاتروبين ده هيقفل الماسكارين اللي سيتور في البرين اكتر من البرين يعني هو الى حد ما سيلكتيف على البرين هيضيع التريم. بص بقى كمان حاجه مهمه مريض الباركنسونيزم منه يا جماعه ما بيبلعش ريقه كتير وكانه دايما وشه مخشب دايما يا عيني من كتر ما بقه مفتوح لا اسف يعني في اللفظ بيريل دي بتاعت حاجه اسمها سيالوريا الرياله دي اسمها سيالوريا. طيب الدواء ده هيفيد ولا لا في السيالوريا لو المريض ده بيريل على نفسه كده الادويه اللي زي الاتروبين تفيد ولا طبعا مش بتعمل الزلزله الناشفه ما هيناش ما تناش في الريق توم السيالوريا تتحسن يبقى التريمورز هتتحسن والسيالوريا تتحسن هذا الجانب الحلو دول الجانب السيء بقى يبقى معلم اللي يجيبها مرضى الباركنسونيزم ومرضى الكبار في السن مش انت عارف ان الادويه دي بتاعت الاطفال مش ممكن تمشي ولا تنزلش طب مش ممكن ترفع له ضغط عينه بالجلوكوما عيب العيوب مش ممكن تزود فرصه النسيان الكتير عنده هو اصلا ده في سنه كبير ممكن يقعد ينسى اكتر طب ليه؟ مش انا قايل لك ان مره من المرات زمان ان اللي مسؤول عن الذاكره في مخك الاسيتايلكولين طب ما انت لما تديني اسيتايلكولين بلوكر او ماسكارينك بلوكر ما انت بتزود فرصه الديمنشيا الديمنشيا ده العتب ان انا اقعد انسى كتير يبقى انا قلت لك ميزتين والعيوب الميزتين اهم قلتهم لك التريمورز هتخف والسالوري هتخف انما العيوب جايز تعمل سيور ديمنشيا جايز وعلى عشان انت تخليك عليا بتبقى صعبه تعمل ايه حاجه تعمل ايه خطر 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 خطر
لا اخو بره البلد من غريب اللي بسافر داخل اخرج ادق ماشي لحد يا شباب. احنا بقى هنا اما نسالك ايه اللي دوبه داخل او اقول لك مقارنه بين اللي دوبه ايه دوبه خلاص اقدر اعرفها على الاضلاع. الزهايمر كلمتين ونص انا مش هنزل فيه كتير بقى اقول لك حاجات مش كويس. الزهايمر يا جدعان مرض فهوش يعني ايه مش شائع عندنا قوي يعني هو موجود في امريكا كتير موجود في اليابان كتير لكن احنا لصباح الله عندنا حاجات اهم منه احنا عندنا امراض اخطر وقلعت منه 20 مره يعني. طب الالزهايمر ده مرض جينيتي اللي لاحظه مره دكتور زمان لاحظ ان الحكيمه بتاعته بتنسى كل شويه كان جراح وجات الحكيمه بتاعته بقى لها 40 سنه بتساعده كل يوم لحظه بتنسى فيقول لها ناوليني لحد ما في مره في احد العمليات انت عارف ناوليني جاهزه اللي هو الالات تقول له نهو ايه يا وليه انت بقالك 40 سنه بتناوليني بتاع ده اسمه بعد شويه تعين الحاجه وتنسى عينتها. الراجل بقى مش زينا الراجل بدا كان في الاربعينات في الخمسينات الكلام الراجل بدا يلاحظ الست دي ولاحظها على مدى ايه فتره كبيره ما فصلهاش من الشغل ولا حاجه سابها تنسى ويلاحظ كل يوم النسيان يزيد يزيد لحد ما في مره نسيت اسماء اولادها. انت عندك كام عيل قعدت تفكر طب اسمهم ايه قال بس الموضوع ده مش نسيان عادي ده مش اللي بيجي لنا احنا انا كلنا بننسى بس مش للدرجات دي يعني انت انسى اولادها العتام واسمهم ايه. فقام نشر الكلام ده وكان كان اسمه حاجه كده الزهايمر الراجل نفسه يعني نشر بحث علمي في المجلات اللي هي المشهوره قال يا جماعه انا عندي واحده وصفاتها كذا كذا. فمع الوقت بقى عملنا ابحاث وسمينا المرض الزهايمر. ايه بقى اللي بيحصل لقينا الهاتف بص كده على البرين البرين اللي على الشمال ده طبيعي البرين اللي على اليمين ده وراثي واحد وارث الجينات بتاعه الزهايمر شايف كده البرين حاطه في ايه اللي بيحصل كالاتي هو شو يا باشا الخلايا العصبيه عامله كده انت عارف ان النيورونز بتبقى مثلا ايه كده في البرين ادي خلايا عصبيه والله اللي احنا اكتشفناه كله لحد النهارده الاتي بيتكون بروتين عجيب هنا كده يعزل الخلايا عن بعضها زي الشمع. البروتين ده انت خدته اصلا في الباثولوجي اسمه اميلويد مش خدته شريحه اسمها اميلودوزيس ولا انت بتكون واكسي ماتيريال واكسي زي الشمع كده في الليبر احنا عندنا نظام في الليبر تشريحه كده في الليبر يقول لك اميلودوزيس اوف ذا ليبر او نفس الماده الاميلويد دي بتتكون في البرين برضه فتعزل النيورونز عن بعضها. ولا على فكره الماده دي بيسموها بيتا اميلويد بروتين وكان في الاوتونوميك مديها اسم تاني اسمه تاو لو انت رجعت الاوتونوميك كان اسمها تاو بروتين تي اي يو قولها بيتا اميلويد قولها تاو قول ابنورمال بروتين وات ايفر انا مش هسالك بصوره بس انا بحكي لك اللي حصل اهو. طب لما تعمل عزل كهربي ايه اللي يحصل بقى كل يوم العزل الكهربي ما بين دب وتزيد ايه اللي يحصل مع الوقت ايه اللي يحصل الخلايا مش عارفه تتواصل مع بعضها تقوم تنسى كل يوم ما عادش تفكر ما عادش تفتكر حاجه كل يوم بقى المساله دي بروجريسيف لحد ما تنسى كل حاجه. مش بس كده ده الخلايا نفسها اللي بتطلع الاسيتايل كولين المسؤول عن الذاكره هو نفسها بتتدمر وده اللي عمل القطر في اللي انت شفته ده. النظريه دي كانت لحد قريب كانت هي النظريه السائده ان الزهايمر بيتكون ماده اسمها بيتا اميلويد بتعزل الخلايا والخلايا بتموت وبتنسى. قام طلع واحد جديد قال يا جماعه لا وفي حاجه ثانيه انتوا ما تعرفوهاش المرضى دول عندهم ريسبتور زياده في المخ اسمه نيمدا سمعت انت عنه مره اللي كان بيشتغل على حاجه اسمها اسبارتين وجلوتامين اللي كان برضه متهم بالصرع اللي برضه قالوا انه متهم ان لما بيبقى زياده عندك بيجي لك نوبه ايبيليبس اللي صمموا له ادويه في الصرع كان اسمها نيو دراجز كانت بتاعتها جدا فقالوا برضه هذا النيمدا برضه كان ده مسؤول عن الزهايمر. طب انا بقى هسيب القلم كده واقول لك طيب تسمح تقترح عليا علاجات الالزهايمر افكار يعني هدي لك لو اقدر امنع تكوين ده يا ريت بس ما عندناش اللي هو البروتين الغريب ده لسه مش عارفين نعمل دواء انما اللي في ايدي ان انا ادي لك دواء يزود مين اللي هو انت خدته في الاوتونوميك كان حاجه اسمها كولين ستريزنت كان دواء اسمه دوني بيزي مش عايزه تقلد اسمه بس اسمه فقط مش عايز حاجه الكلام اللي تحت مش عايزه. طيب وواحد تاني قال طب اقتراح تاني مش الريسبتور ده متهم برضه بانه بيزود الطين بله طب ما تقفله عملوا ده اسمه ميمانتين من ميموري ميمانتين بيقفل النمدا ريسبتور يقوم بتاع الذاكره يعني بيقول انها على فكره ما بترجعش الذاكره ما بترجعش اللي راح يا جماعه برضه الزهايمر اللي راح انت عارفين ان النيرف سيستم ما بيحصلوش ريجنريشن انما القضيه ان انا بمنع البروجريشن
يعني بمنع الفيرذر لوس. انت مثلا فقدت 50% من ذاكرتك، لو انا مشيتك على الادويه دي هتقف ال 50%، انما مش هرجع لك الذاكره يعني خلاص. اتفقنا؟ هم دول اسباب الحاجات. دكتور هو بينسى الحاجات الاساسيه؟ اه زي الطبيعيه يا باشا بينسى ولاده. اشهر غريب جدا اللي هو ايه؟ لا يا رهاب، هم بيقولوا ان مع الوقت اللي تشالنجز دي بتعمل دي جنريت، بتموت الخلايا اللي بتطلع اثركم ايه؟ الخلايا اللي بتطلع اثركم الماتت. طب انت هتعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ على فكره الزهايمر طول النهار يطلع يعملوا ابحاث عليه جديده طول النهار، بس انا بقول لك الكلام الاستابليش هو اللي في السوق دلوقتي الدوائين دول. دكتور هشام بقى من ضمن الاسئله اللي اقترحها اللي هتيجي في الامتحان، انك هجيب للطلبه اخر السنه في ورقه الاسئله خمس امراض واطلب منه دوائين بعالجه كل مره دوائين، والطالب يقول اسم الدواء والميكانيزم في سطر واحد، سطر ما تزودش عنه. اما يقول لك النهارده الزهايمر، تعالج الزهايمر ازاي يا باشا؟ تقول لي دواء ايه؟ دوني ديزين وميمانتين، وتقول ان ده كولين ستريس انهبيتور وده بيقفل النيرف ريسبت، خلصت. مش عايز منك الاعراض جانبيه ولا نيله، هو بس العنوان كده وخلاص. في بقى محاولات جديده النهارده عمالين بقى يطلعوها لنا. في واحد مثلا ابحاث في امريكا بتقول ان الامايلويد دي بتتكون بانزيم اسمه بيتا وجاما سكريتيز. الله اعلم، احنا بنتفرج وخلاص عليهم. لا يا شباب بنتقرا الجرايد الصبح، هم بيقولوا كده. اه بنصلي على اصحابنا، بنقول ان الالف البيتا والجاما سكريتيز دول الانزيمات اللي بتكون الامايلويد. قام طالع واحد قال له الله، طب ما تعملوها انهبيتور بقى وخلاص. مش انت عرفت ان الماده دي البروتين ده بيتكون بالانزيم ده؟ ايه طلع لنا يا عم عيله اسمها البيتا اند جاما سكريتيز انهبيتور علشان ما يتكونش البروتين الغريب ده. اهي ترايل، ترايل مش هسالك فيها. الترا اللي جايز حد اكتشافه بس يدردش معاك فيها، يعني ايه؟ ما عندكش افكار جديده كتير الزهايمر؟ قول له انا عندي ناقصك، ان انا ماشي. هم بيحاولوا يعملوا انهبيشن للانزيم اللي اسمه سكريتيز، حتى ما تقولش بيتا ولا جاما، قول بيحاولوا يعملوا انهبيشن للانزيم اللي اسمه سكريتيز يوم ما يتكونش الماده اللي اسمها الامايلويد دي. الامايلويد بيتا 40 و42 والكلام ده. على فكره ما تقولش ارقام وتفاصيل، ما تقولش امايلويد بيتا 40 و42 يا باشا، اسمها امايلويد وخلاص. قول له انا بدي الفا سكريتيز انهبيتور ولا بيتا عشان امنع تكوين الامايلويد بروتين. فاكر يعني حد ناقصك تقول له ايه؟ الحاجه الثانيه، اتضح ان المرضى الالزهايمر اللي بياخدوا نون سترويدال بيتحسنوا. اسبرين وقفته، اسبرين ابوه بتاع ده بيتحسن، بس مش الاسبرين بالظبط. دواء من عده اسمه ايبو بروفين، ودواء ده كان اسمه اندوميسازين اللي كان بيقول بتاع الضغط بس الترمينوز. المهم لقيت ان هو استرويد بتحسنوا ليه بقى؟ اهو يا نبينا والله ما نعرف. المرضى بتحسنوا بالايفيدنس، انما في واحد قال لك ايه؟ يكونش النون استرويد بتضرب الانزيم اللي اسمه سكريتيز انزيم اللي هو المسؤول عن تكوين الامايلويد. الله اعلم، الله اعلم. يكونش تقول ماشي، ما نعرفش، ندور. الحاجه الثالثه الترايل او الافكار الثالثه جابوها من مصر بقى. المصريين طول عمرهم الناس اللي عندنا في الموروث الشعبي ان دايما الامهات يقولوا ايه؟ يكرهوا يطبخوا في حله الالبوني. بتقوم كده تكره دايما في حله الصاج، الصاج حتى ما كانش تفاعل عندها كتير، كان الصاج. اقول لها طب ما الالبوني، تقول لي لا الالبوني بتجيب زهايمر. سمعتها المعلومه دي. طيب الامريكان بيقولوا الله، المصريين بيقولوا دايما ان الالبوني وطبخ الالبوني بيجيب زهايمر، مع ان ما حدش في العالم قال كده يعني تاليفا من عندنا. ما يكونش الموضوع صح، ما يكونش الناس بيشتكوا. لما عملوا ابحاث لقوا كلام صح. لقوا ان الحلل الالمونيا والنحاس والميتلز بتروح تترسب في البرين وبتعمل ديجنريشن. قالوا طب ما نجرب بقى النظريه العكسيه، نجرب نديك حاجه تعمل كيليشن للالهه. عارف كيليشن يعني ايه؟ يعني تمسك في الميتلز اللي بتقدر تخرج بيها. اما جربوا الحركه دي العينين اتحسنت. يعني احنا شغالين برضه اهو، يعني شوف الالمونيا بتاع شغالين. عملوا كيميشن تحسنوا كده. يعني هاي دي كلها افكار. طيب تعالى بقى للاناسيزيا. هتيجي لي على صفحه 343 صح كده ولا لا؟ من اول 343 كل ده تقول يا باشا عشان تتبرع كده معايا. تقطع من 3 من 363 ل 368. لا مش بس لسه هل... دول مش انا اللي بلغيه، مش انا ده القسم اللي بيدرس لك.
ولا ده للاخت جاد فدول مش معانا. حاجه ثانيه اللوكال اناليتيك بقى، اللوكال اناليتيك دي مش كلها عليك. احنا دايما نقول اللوكال اناليتيك دي تدرسها اكتر لمين؟ مين اللي بيدرسوها؟ طب اسنان. عمرنا ما سالنا فيها عمرنا، بس انا هنشيل لك دلوقتي على ثلاث اربع مرات صغيره، لو حد ينكشك ويضيع منك درجتين هيضيعه منك. هو عمره ما عملها، بس انا هحط له منه نحس. مش هقدر هقول هم نحس. طيب هم بما انهم نحس لو حبوا يتلطشوا يتلطشوا فين؟ هم نحس يبقى هتلطش. اللي بقول لك عليه انت هتيجي كده على اللوكال اناليتكس. على فكره اللوكال اناليتكس لان دي بتبقى سنان، ده انواع كتير. تكتبوا الانواع كتير من حاجتين، يا اما عيله اسمها استرس الاسترات، يا اما حاجه اسمها امايل. طيب الاسترات خد لي مثال، مثلا كوكايين اهو، خد مثال واحد بس من الامايدز. على فكره استر وامايد دي كيمياء، حاجه كيمياء يعني، يعني حاجه لها علاقه بالكيمياء بالتركيب الكيميائي. هنا خد كوكايين، هنا خد الحاجه انت عارفها كده ميدوكين. عارف اقول لك الكلام ده ليه بقى؟ لانه ممكن يقول لك انا هلطش العيال دي سؤال بدرجتين مقارنه بين كوكايين وميدوكين، وهو جايب السؤال عشان عارف ان احنا بنسيب الحته دي اصلا. هو الجنرال اللي انا شطبتها الوقت دي هو اللي بيشطبها مش انا، انما دي بيقول لك لا معاكم اللوكال دي معانا يعني، بس هو ما سالش فيها. جاي يعمل كده يقول لك قول لي ثلاث فروقات بين كوكايين وميدوكين. يبقى ده استر، ده ايه؟ امايد. طيب الاستر اما اي ماده استر اما تحب تعمل لها ميتابوليزم اكيد بيحصل لها ميتابوليزم انزيمز واستريس. ما استر استريس، يبقى لسه بيحصل لها ميتابوليزم استريس بالظبط. دي بيحصل لها ميتابوليزم عالي في الليفر زي ده. الاسترات دايما تعمل حساسيه، دي ما بتعملش حساسيه دوم، دي امايدز ما بتعملش حساسيه. ده ثلاث فروقات. هل ده جه قبل كده؟ ولا مره، ولا مره في تاريخ الطب جه. بس انا بفترض معاك الاسود، خد بالك من الجدول ده احتياطي ولا حاجه. الحاجه الثانيه لو في شفه ولا حاجه حد جاب لك سيره بنج السناني، وانت ده برضه مش هيحصل، ويقول لك بيشتغل زي البنج. قول له يا باشا بيشتغل من كلمه واحده، بيت في الصوديا الشمس في النيرفس في النيرفات الاعصاب. الله هو الفكره ماشي، الكلوك الصوديا بتشنج في الاعصاب. الحاجه الثالثه بقى حضرتك بقيت الصفحه كده احنا مش عايزينها، الصفحه اللي بالصفحه بقى كده مش والله. اه صوديوم بايكربونات، والله العظيم انا بعلمك على حاجات عمرها ما جت، بس لو حد ينكش ينكش دي. لو حد عندك عنوان كده صوديوم بايكربونات صح؟ صوديوم بايكربونات دي محطوطه في كتاب جديد السنه دي، ما كانش السنه اللي فاتت في الكتاب. يا شباب فاكر زمان، مش انت لا ما حصل، لو والدك او والدتك راح لدكتور سنان كان زمان بنته بنج سنان، دكتور بتاعت البنت يقول لك ارتاح نص ساعه بره، وبعد على ما البنج يشتغل بعدين يبعت لك بعد ما يشوف عيانه والتاني على ما البنج بيشتغل. ليه؟ لان كل البنج انواع البنج كلها بولر يعني شايله ايه؟ والابزوربشن بتاعها بطيء، فلازم تقعد نص ساعه في النتيجه. هي اصلا كل انواع البنج الكلاين، كل الانواع دي بيزك كومباوندز يعني مواد قلويه كلها كده. فقالوا فكره حلوه قوي، قالوا موضوع من سنه فاتت عارفين نظريه اسمها بي كي اي، وعارف ان انت لما بتجيب ماده الكلاين تعكس لها البي اتش بتتقيم وبتبقى الابزور مش بتاعها قليل. طب البنج اللي هو الكلاين لو انا حبيت اخليه يمتص بسرعه ويجيب نتيجه بسرعه احط معاه ايه؟ هو الكلاين اعكسه ولا احط معاه حاجه زيه؟ طب انا احط معاه حاجه اسمها صوديوم بايكربونات بقى الكلاين برضه. اما تحط تاني دلوقتي البنج اي نوع من البنج الكلاين حلو، هو اصلا الكلاين جميل. اما تحن البنج لوحده في اللثه في الجمص البي اتش اللي هنا ممكن يكون اسيدك شويه. طيب البي اتش الاسيدك بتاع الميديا والدواء الكلاين يعمل له ايه؟ يعمل له ايونيزيشن. ما انت بتاعك في البي اتش اهو، يوم الدواء ما بيمتصش كويس ويجيب على ما يشتغل. ففكروا فكره، قالوا طب ما تحط مع البنج ماده الكلاين زيه علشان تمنع انه يتقيم، لان ما مش خدت مثلا في بيج ايه؟ مش خدت ان يكون الدواء الكلاين وتحطه في وضع الكلاين او تحط مع حاجه الكلاين يبقى ما يتقيمش، ولما تعكس البي اتش من الدواء بيتقيم. مش فاكره دي؟ طيب الفكره بقى بسيطه، قالوا هات البنج، هات الخرطوشه بتاع البنج، حط معاها صوديوم باي كربونات اللي هو ماده الكلاين يعني. يقوم دايما لو حقنت البنج ده هو اصلا الكلاين ومحطوط في وسط الكلاين زيه فما يتقيمش، وبالتالي يبقى الابزوربشن ايه؟
اسرع وبالتالي النتيجه اسرع. شفتوا لاحظين النهارده دكتور البنج روح له يوم حقن لك البنج ويشتغل ايميديت، يعني ما تقدرش تطلع بره اللي هو تبص على الحته كده ويروح بس يقعد على المكتب يعمل اي حاجه دقيقتين ويشتغل، لان البنج عنده بيشتغل بسرعه جدا من يوم ما حطوا عليه الصوديوم بايكربونات. ليه بقول لك القصه دي؟ تيجي لك تحت عنوان جيف زايز يقول لك ليه بيحطوا مع البنج بتاع السنان صوديوم بايكربونات؟ الاجابه السطريه اللي عندك، لان الصوديوم بايكربونات ماده الكالاين هتمنع ان البنج يتأين وبالتالي ان روب رابط الفيت. النقطة اللي بعد كده التنشينة اللي بعد كده ايه؟ لا التكنيك مش عايزه. الصفحة اللي بعدها شايف حاجة اسمها سباينال اناستيزيا؟ سباينال اناستيزيا شباب، هو انتوا لو جيت ده الفرتبرا كولر، الفرتبرا كولر بيديه عند فترة رقم خمسة اللي واحد وبعدها اعصاب كده صح؟ كودا 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 لو انت دخلت بالابره بالبنج لبندك صح؟ هتبندك ايه؟ هتبندك النص التحتاني يبقى اسمها ريجونال اناسيزيا. تمام؟ انا بقى مهتم الله يخليك لان دي كتير قوي كتير بتعمل مشاكل. فهو ممكن الراجل يقول لك ايه المشاكل اللي ممكن تنتج من ان البنج يعمل انا اقول البنج واحد. ساعات يحصل حاجه اسمها سباينال شوك. سباينال شوك يعني العيال بقع على الارض من الهايبوتنشن. بيجيله سيفير هايبوتنشن. والهايبوتنشن تحديدا جه لان حصل سيمباثيتك بلوك. يعني حصل باراليزيز للسيمباثيتك سيستم. ما انت عارف ان السيمباثيتك ده كان بيعمل برضه مشكله. هيحصل له باراليزيز تقع على الارض، ده اول مشكله. تاني مشكله تعالوا نخلفوها انتوا من غير ورق. ابره داخله هنا مش بتعمل ايه؟ مش ممكن انت تهبش نيرف ولا تعمل انجر ولا حاجه؟ طب ده حاجه. الحاجه الثالثه مش ممكن تعمل ليكج للسي اس اف؟ هو مش هنا سي اس اف؟ طب افرض الدكتور غشيم لسه الدكتور تخدير بيتعلم وقام داخل بالابره ما جابتش، داخل تاني ما جابتش، قال له ابني نفسك يا حاج، حد تاني نفسه تك ما جابتش. الله، طب ما تك 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 ده طب عامل ايه؟ ليكج للسي اس اف. اول ما سي اس اف يخرج بيحصل لك سيفير هيدك، صداع بيفضل معاك 48 ساعه، بتفضل دماغك هتطير لمده 48 ساعه، ده بقى سايد افكت. طب استنى، مش ممكن تكون الابره دي يعني مش نظيفه؟ على فكره بتحصل نظيفه، بتحصل ازاي؟ الابره دي على فكره هو بيفكها من حاجه معقمه يعني، بس افرض القاعد يدخل مره واثنين وثلاثه وما تلاقيش وقال لك ايه؟ طب يا حاج معلش ارتاح كده، هو حاطط الابره على الترابيزه بتحصل كده كتير، يحطها على الترابيزه الملوثه بتبقى الترابيزه عليها اصلا اي حاجه كده، وبعدين يجرب تاني، طب انا حاطط ابره طب ما هي ممكن تحصل انفكشن بتحصل، وساعات بعض انا شفت مره حقيقه ما اعرفش دي كانت زعب يعني ايه معمول مطلعه الابره من الباكج بتاعها معقمه والغبيه جايه من فين قطه سبيرتو بتعملها محمره ما هي طالعه من بتاعها اصلا معقمه فالحركه دي اصلا ساعات ما هي ممكن تعمل لها بتعمل انفكشن فدي بتحصل لو حصل انفكشن هنا على طول يا باشا على مين؟ على البرين على طول برينجايتس سيبتك دي كلها انا مهتم بقى بعلاج السيبتك شوك دي اذا العيال وقع على الارض ضغط وطي طب تعملوا له ايه لو العيال ضغط وطي كده لو خدت لو انت بتدي له ابره هنا وفجاه العيال ده اغمى عليه وقع على الارض سيبه وقع على الارض هو مش لو ضغط وطي روح على الارض مش انت بتسيبه عشان الجرافيتي سيبه يا عم اثنين لو مش قادر ياخد نفسه اعمل له ارتفيشال ريسبيريشن حطه على فنتليتر او اديله اكسجين يعني ما تخافش انه مش هيموت ولا حاجه بس منظر بيخض ساعات ثلاثه هو مش ضغط وطي هو مش وقع على الارض عشان ضغط وطي طب ما تديله فلويد وتديله بازو ها حاجه بازو كوليسترول اي دواء عندك ادرينالين يا عم ما تدي حقن الادرينالين في العضله ولا حاجه تعمله بازو كوليسترول اخر حاجه لو كان بقى العالم ده خلاص بيفرفر يعني بيفرفر يعني ايه؟ يعني جاب شاسيه يعني قلبه وقف ما دي اخطر حاجه بقى اخطر حاجه انه وقع وقلبه وقف اعمل له حاجه اسمها سي بي ار اللي انت عارفها اللي بيسموها كارديو بالمونري ريفابليت او انعاش القلب بيسموها بالعربي انعاش القلب اعمل له كده قبل ما تسيب الصفحه في نقطتين قبلها نقطتين اللي هو الكونترا انديكيشنز اوف لوكال انافيلكس اتعلم عليها برضه ويمكن لو انا نحس اكتب كده جنبها لو انا ما كنتش مهمه لكن لو انا ثانية دخلت قلت ما كده كده ما عادش في حد يخش بسرنجة قاعد في انتراسيكل هي بالبسرنجة مش بسرنجة هي ده بسرنجة بتاع الابرة بلا لو انا بحطه في دماغك لو انا اي حاجة كده يعني المهم يا بيه الكونترا انديكيشن اوف لوكال اناثيتكس اول كونترا انديكيشن هو انت تعرف انا شفت مره دكتور نسى معرفش ده كان خريج ايه يعني
ولد واحدة قيصري لبنت موضعي لوك كان وكان مبهر وكنت انا في الجهاز وقال لي مش انا وليت النهارده قيصري سيزيريان بلوكال قلت له لوكال يعني انت فتحت مطعم لوكال اديت كام حقنه قال لي ما انا مش فاهمني بقى بالعبيط ما اعرفش ده كان 10 خراطيش 11 مطعم يعني طب ما انت يعني مش عايز اقول ما انت لابس سيستم يعني هو شطاره يعني انت عايز تبان لك اريا كبيره ينفع لوكال ما تعمل جنرال يا عم هو انت يعني هو شطاره يعني انك تعمل لوكال طب ما هو هتضطر لو ان اريا لارج وعمليه كبيره هتستهلك انت لوكال كتير واللوكال الكتير تعمل لك توكسيستي وحساسيه وبلاوي هذا اول كونتر انديكيشن لو اريا كانت لارج اثنين لو العيان عنده حساسيه العيان عنده حساسيه لاي ما ياخدش لوكال انا فيزيك اقول لك بقى حاجه ثانيه بس الكتاب ما جابهاش واحنا قصدنا ما نجيبهاش وبتحصل كتير بس قلنا مش مهم فقلت لك انت بس ما قلتلناش اي حاجه الاطفال الصغيرين لما بتقول تعرف تستنى اوكسجين في النهار ساعات في دكاتره بيغلطوا ويدوا لوكال انستيزيا عشان يعني يطهر العيال خد بالك انت بتطهر الانستيزيا لان العيال الصغير عنده شهر اصلا هو عايز هو كده بعيط طب تعال خلاص ما بعيط اصلا مش فارقه يعني فبتيجي نعمل ايه بقى؟ في دكتور بقى يقول لك ايه ادي لوكال انستيزيا وما ياخدش باله ان اللوكال انستيزيك معاه ادرينالين مش انتوا عارفين تسمعوا ادرينالين مش ينفذوا ايه؟ المين اورجان في الطفل الصغير ده ما يستحملش الفازو كونستراكشن ساعات تحصل نكروز والجلاز بتضيع المستقبل في بعض الاصل كل ده نكروز في الطفل الصغير من ضمن الكونتر يعني السيركمسيشن السيركمسيشن ما بيخافيش عايز تدي انستيزيك لو انت يعني قلبك كان هيبقى ادي بنج لوكا رش من بره اللي هو رش كده في بنج على فكره كده اللي هو بنج سيرفس انا سيرفس كده اسمها زي لوكا زي السبراي ارمي سبراي ده ما تتحرش لان الحقنه دي فيها برضه في السيرفس خالص بس احنا ما قلناش هات لي بقى المصدر اللي اكسر بسرعه كده اقول لك الكلمتين بس عشان كلمتين صغيره ايوه بس كلمتين بس ما تخافش يعني ايه؟ اللي هي ده سباينر بيكون اهو اهو اه مش عارف يعمل سباينر شوك ما دي شوك ما دي سباينر شوك لو دورت على البرين عامل ايه مش بس يا جماعه هاتوا المصري الاكسر عمرها ما جاي مش بس كده كتير جدا الدكتور هشام كتير قوي اخر السنه يجاملكم ويقول لكم ما تذاكروهاش لكن انا برضه بفترض انتوا عارفين مش عايز اقول بقى بفترض لو حب يقول لك السن المصري الاكسر السكليت المصل ريلاكسر انا مش عايزك تذاكر وانما عايزك تذاكره بس عايزك كده تقول بالمنطق استنى هو مش ده البرين مش ده البرين يا باشا طيب الاعصاب اللي بتحرك العضلات بتاعتك مش جايب السباينال كورد ادي العضلات اهو وادي حاجه اسمها موتور اند بليد لو انت فاكر او زي ما نيورو مصلر ايه طب بالقلم الازرق كده حد ممكن يشاور لي على الاماكن اللي ممكن الدواء يشتغل عليها ويعمل لك مصل ريلاكسيشن ومن غير ورق ومن غير فارما فيسيولوجي هو انا مش ممكن اشتغل على الموتور اريا من هنا ولا ايه رايك هو انا لما اديك دواء زي مثلا المهدئات ما هي المهدئات كلها بتعمل مصر ريلاكسيشن هي المهدئات عملت مصر ريلاكسيشن ازاي على البرين مش هي راحت زودت الجابه في البرين يعني طيب مش ممكن اشتغل على السباينال كورد مش انت فاكر الدواء كان اسمه تيزانيدين فاكر كنترول الدواء اسمه تيزانيدين اللي كان بينبه هنا عارف شكله سيرته وبيعمل انهبيشن للبول سينابتيك باث واي هنا طيب مش فاكرين في الاوتونوميك الدواء اللي بيشتغل هنا مش فاكرين اللي كان اسمه نيورو ماسكولار بروكر اللي كان ساكسومايك كولين وكوراري اللي كان في الاخر دول اللي قالوا بيقفلوا الريسبتور اللي اسمه اللي هو النيكوتينيك اسيتايل كولين ريسبتور وبيديوه قبل العمليات قبل السيرجري عشان اعمل مصر ريلاكسيشن الجديد عليك بقى ان في دواء بيشتغل جوه المصر جوه على خلايا المصل جواها هتقوله دلوقتي بعد شويه يبقى انت عندك لو قال لك قسم لي السكريت المصل الاكسن من غير فارما ما هي قول له يا باشا في دواء شغال سنتر في دواء شغال سباينال في دواء شغال على الموتو اند بليد في دواء شغال على المصل من جوه تعال نشوف ايه كده بسرعه اول واحد مش عايزينه اسمه كاريزو جلودول ما عادش حد بيستخدمه خلاص عمل ادمان ما عدبوش مع الشكوره هنسالك دي ولا دي ولا دي انما في دواء فوق اسمه باكلوفين الباكلوفين شغال هنا يا شباب الباك لون شغال على سباينال كورد بس الميكانيزم كده تسمعوا حاجه اسمها جابه صح الجابه دي وظيفته ايه في البرين مش ده الانهبيتوري الجابه كان له نوعين من الريسبتور كان في هنا حاجه في المخ فوق اسمها جابه ايه
دي اللي اشتغل عليها البنزودايزيبين لما عملت الستريك موديوليشن. في هنا زيه بالظبط في السباينال كورد ريسبتور اسمه جابا، جابا بي. الباكلوفين بينبه الجابا بي يوم يعمل انهيبيشن في السباينال كورد. عارف لو كان نبه الجابا ايه كان خلاك تنام يا سيدي، لما هو شغال على السباينال كورد ينبه الجابا بي دي في السباينال كورد مش في البرين. طب دي زي اللي انتوا عارفينه اللي بعده ده بيتقال الكتروميكا مر عليه. الدواء ده اسمه ايه بقى؟ دانترولين. ده بقى اللي عليه مهم، مهم جدا مهم. الدانترولين بقى يا شباب المصر عشان يحصل لها كونتراكشن، حد فاكر في الفسيولوجي المصر بيحصل لها كونتراكشن ازاي؟ كانوا بيقولوا لنا كده بس صلحوا لي لان انا زي كده على طول. كانوا بيقولوا الكانسر لما يدخل البصل او يحصل ريليز للكانسر للساركوبلازما كريتيكولا من جوه يحصل انفيشن حاجه اسمها كروس بريدجز، فالاكتين والمايوسين زي صوابع كده يدخلوا في بعض. هذا البصل كونتراكشن الكانسر اللي عمل كده. مصدر الكانسر منين؟ من الساركوبلازما كان. فهم العلماء فكروا قالوا الله طب ما انا اجي على خلايا العضلات امنع الكانسر ريليز من الساركوبلازما كريتيكولا يوم ما يحصلش مصدر كونتراكشن، مش هو الكانسر اللي بيعمل؟ طب ما انا همنع ان الكانسر يخرج من الساركوبلازما كريتيكولا يوم يحصل لك مصدر ريلاكسيشن. بس يبقى الدواء كده اشتغل فين؟ انترا ايه؟ لا انترا سيلولار جوه الخليه الجوه، لان عملها مره في تاريخ كليه الطب الام بي كيو. قال له انا عايز مصدر ريلاكسنت بيشتغل بانترا سيلولار ميكانيزم، يبقى كان الدانترولين ده لانه بيمنع الكانسر من يخرج من الساركوبلازما كريتيكولا. وهنستخدمه في حاله بعد شويه هنتكلم عنها يعني حاله بقى. اللي بعده انت حاطينه بقى اسمه بوتوكس. اسمها حاجه اسمها بوتوكس الجديد ده. البنات بقى اللي بتستخدمه عشان التجاعيد والكلام ده. البوتوكس ده بقى دواء جديد، حاجه جديده كده. طب المايكرو خدت المايكرو؟ طيب استخدمته على البكتيريا اسمها كوليبيريا بوتوكس. السم بتاعها بيمنع الاسيتايل كولين ريليز من النيرف اندنج. فيحصل لك شلل لمده 6 شهور. لو انا اديتك حقن البوتولايدر توكسن يحصل لك شلل في 6 شهور. طب هم يعني انا هدي لك بقى الدواء عشان يعمل لك شلل؟ لا. انا بدي لك كميات ايه؟ يعني هقول لك باليونت 57 يونت دي حاجه كده بسيطه جدا. احقنها لك في الاماكن اللي فيها فصل الشلل. يعني سيبك بص كده انا عندي تجاعيد اهو. التجاعيد دي جايه لان الفرنسيس فصل عندي طويل. عندنا التجاعيد حتى ما بجد حصل كده يبان. لو الدكتور اداني حقن البوتوكس ده هم يوم يحصل مصر ريلاكسيشن تجاعيد ده 6 شهور. عمرو دياب مثلا البشره عامل فيلر والبوتوكس عامل شويه ثلاث حاجات او ربع يعني حاجه تحت عينه حاجه اسمها فيلر جوبيدان. الجوبيدان ده بيرفع الشرايين يوم لما الخدود تترفع الحته دي تترفع لفوق تبان انك صغرت 20 سنه على طول اوتوماتيك. دي نقطه ثانيه. انا واحد حاجه البوتوكس هنا وهنا وفي النيزوليديال فوق طبعا عندوش اي تجاعيد خالص. بس كل 6 شهور لازم اعمل حقن. يعني بعد لو شفت بعد 6 شهور ولو قاعد يضحك كتير هيقص. وده دايما الممثلين دول لما بيعملوا الحركات دي ويحكوا الكلام ده ما بيضحكش كتير الا لو هو ها 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 ليه بقى؟ لانه مش عايز يعمل الفن هو اللي معاه. يعني ساعات ده كده ده بقى جديد دلوقتي يا فندم. لا الاثنين ده خلاص انتهى ب 10 حتى مفيش حاجه بس الاثنين دول عندنا ما عادش حاجه بس الاثنين في كل خلاص انتهى الاثنين ده بقى سوق فرنج ده مش حاجه ثانيه. ماشي يا شباب. البوتوكس المهم انه دواء ساعات تدي تمنع البليفاروس جاز. في مرض اسمه بليفاروس باز البيت عينك عامل قافل يوم دكتور التجميل مدي لك حقن البوتوكس صغيره قوي فوق جفن العين ومديك بتاعك في عيالين بقى الاسطو عامله كده عنده مشكله عصبيه الاسطو عامله اسمها كورتيكوليس يعني يوم يديله حقن البوتوكس تفك له عضلات فوق عنده ايده عامله كده يوم يديله حقن البوتوكس المهم يعني حاجه تتحقن لو ده بس تقدر تهتم بالبيت او غير بالبيت. اخر حاجه بقى الديول مصر اللي انا ما بعرفه جايز يجي لك استخدامات اللي حاجه دي انا جاي لها يا باشا الحاجه جاي لها انا جاي الاستخدامات. استخدامات العله دي ايه على بعضها بقى كده؟ حد فاكر في الاوتونوميك لما قال لك النيورو ماسك الحاجات العينه دي بتستخدم في حاجه اسمها نيورولوجيكال سباستيك كونديشنز؟ يعني اي مرض عامل لك مصر سباز. في مثلا في دكتور في عيان يروح لدكتور عضل يقول له ظهري فقرات ظهري يا دكتور ويعمل اشعه يلاقي فقرات ظهره سليمه ويقول لك والله ما بعرف اقوم ظهري واجعني طول اليوم. تيجي تكشف عليه تلاقي اللي واجعه ظهره مصر سباز
العضلات ظهره فيها سباز تقوم يديله حاجه بصل ريلاكس دخان ده استخدامه. الاستخدام الثاني الدانترولين ده اهو في حاله اسمها مالجنت هايبرثيرميا حاله نادره. مالجنت هايبرثيرميا عيال مثلا بحظه سيء حظه أسوأ من حظكم يعني هو يعني نحس عنكم يعني عيال عنده مرض حاجه في جيناته في مره من المرات راح يعمل عمليه الدكتور يديله بنج يقوم حصل له ماسيف ريليز من الكانسر في كل خلايا جسمه. الكانسر لما بيطلع في العضلات يعني كل عضلات جسمه يطلع كانسر بغزاره يقوم عامل سيفير ماسل ايه على ترابيزه العمليات سيفير ماسل كونتراكشن والكونتراكشن من شدته بيرفع الحراره لان انت عارف الماسل لما تعمل كده الحراره هترتفع. الحراره بترتفع ل 42 في خلال 20 دقيقه يعني حرارة 37 لو حصلت الحركة حالة جينية كده يعني جينيتك ديزيز ها لو حصلت الحاجة دي العضلات يحصل لها سيفير سباز بكل عضلات جسمي وحرارته ترتفع لحد ما موت بيسموها مالجنت هايبرثيرميا. عندها ازاي بقى لو انت عارف عندي مش انت خدت ده وجبت الكالسيوم ولا ايه بس الدانترولين هو ده الدانترولين حقنة واحد كنت اللي هو تنفذك فورا لو ما كنتش تموت يعني لو دكتور البين حصلت له حصلت العيان ده ما بداش دانترولين عندي يموت على طول. ايه كويس يا ابو حميد الكالسيوم لما بيطلع ما تفكرش ان الكالسيوم دي حاجه دايناميك يعني هو الكالسيوم طلع وفضل في الخليه. الكالسيوم لما بيطلع فيه ترانسبورتر بتاخده تلففه تاني ويطلع تاني وتلففه كده سايكل فانت بتقفل السايكل دي فورا. ثانيا حتى لو كان طلع طب انت بتلحق اللي حصل حصل انت عارف اللي بتعمله انك تمنع اللي جاي كمان. طيب اهم حاجه ايه قبل العمليات مش بندي الادويه دي مش قالوا لكم زمان قبل ما تيجي تعمل عمليه تبدا قبلها النيورو ماسكولار بلوكر قالوا لكم ده في الاوتونوميك ولا لا؟ قلت لك انا لو اي دكتور ما انتش نيورو ماسكولار كان عندنا جراح مشهور انه ما بيديهاش كان في جراح مش عارف ايه بتاع كان عشان يعمل ازاي ده يفتح لك فتح من هنا ليه بقى؟ لانه عايز يوسع نفسه فالعضلات شده هو يقول لك مش عايز النيورو ماسكولار مش مهم العيال بس لما دخلت مثل طب كده النهارده هو ادى نيورو ماسكولار بلوكر العضلات في ايه يفتح فتح صغير ويعمل ريلاكشن يدي الحاجه كده وشد الجلد كله بتاع مفتوح ويشتغل ويغير غرزتين يعني انا بديها علشان اقلل ايه الجراحه يعني قالوا لي الكلام ده في الدكتور لما قالوا ان انا بدي كوراري وساكسيدال كورين بيفور اوبريشن قالوا لا وطلاينر لا التوكس اللي اسمه بوتوكس ده بتاع التجميل بس خلوني التجميل والله حاجه كده في وشك حاجه عامله لك معرفش ايه على فكره في مرض كده هتاخد شفط البطنه تلاقي العيال ايده صبعه ده صبعه ده عامل كده معرفش يفرده او ده تعالج بايه لو انت معلم تعالجه كده حقن البوتوكس حقن البوتوكس عامل بارالز من الصبع ده يعني خلي البوتوكس حاجه اللوجر الصغير بس الاول صفحتين اشطب عليهم خلي صفحتين في الاول خالص بلاش بكره قبل ما تمشوا بكره عندنا حصه تخيل انا والله متفق والله متفق معاك قلت لكم الاسبوع ده بس 7 و8 عشان اعوض لكم الحصه بتاعتكم.